نظرا لإمكانياتها الكبيرة عرفت الجزائر قديما بمخزن شمال إفريقيا للقمح، ولما احتلتها جيوش الاستعمار الفرنسي بغرض تمدينها سنت مجموعة من القوانين تهدف كلها إلى مصادرة واغتصاب الأراضي الجزائرية وتسليمها للكولون لاستغلالها وحرمان الشعب الجزائري من الاستفادة منها بل وتسخيره لها. ففي الميدان الاقتصادي أصبح نحو 10 من كبار الكولون يملكون أغلب الأرض الفلاحية، بينما 10 من ملايين الجزائريين يتألمون ويكادون يموتون جوعا. ومن الكولون من يملك 16,000 هكتار بينما الأرض الفلاحية الضئيلة، وحالة العمال المؤلمة في الميدان الفلاحي تشمئز لها القلوب وتقشعر لها الأبدان حتى يدهش المرء كيف يستطيع الناس العيش ولهم عائلات كثيرة الأفراد، ومن تكلم أو طلب بحق طرد من العمل. والأفضع من ذلك ذلك القرب الكئيب الذي يعيش فيه العامل الفلاحي مع عائلته، وهو أوحش من القبر. فإذا تكلم كذلك أو طالب بتحسين حاله أخرج من تلك البؤرة ورمي به إلى العراء. وللمدينة مشاكلها العويصة المؤلمة وليست بأقل سوء من البادية، فالمسلم أين كان لا يستطيع الإحراز على أي وظيفة مهما صغر أمرها إلا إذا كان متحصلا على الشهادة الابتدائية. وما أدراك ما الشهادة الابتدائية؟ والذين يعملون من المسلمين في المدن لا ينالون حقهم، بل إنهم يكادون يتساوون في البؤس والشقاء مع عمال الأرض. إن العامل المسلم في الصناعة لا يكاد يعمل أكثر من 10 أيام في الشهر، والكثير منهم يتنقل لأجل هذا العمل مسافة 40 كيلومتر أو أكثر من ذلك. لكن الأرباح التي تنالها الشركات والمؤسسات الصناعية تزداد ارتفاعا، وبعض هذه الشركات تستخدم للصناعة عمالا في أعمال مرهقة ثم هي ترسمهم في دفاترها كعمال فلاحين لكي تدفع لهم أقل ما يمكن من الأجور. ومن الشركات التي بلغت أرباحها 5 ملايير لا تستخدم إلا 2500 عامل تعطيهم أجورا تافهة. والطامة الكبرى في الميدان الاقتصادي هي إمعان الكولون في غرس العنب لصنع الخمور في بلاد لا يستهلك سكانها الخمر. وهكذا بينما يزداد عدد السكان عاما فعام يزداد نقص الأرض الفلاحية التي تبذر قمحا لتغذية الساكنين، فالكولون يعملون لجيوبهم وما عليهم إن مات الناس جميعا. وأضحى الطابع العام للمدينة هو البيدونفيل بآفاته وويلاته، وأن الأمة برمتها تكاد لا تجد إلا ذلك المأوى التافه الحقير، مأوى البؤس والهوان والأمراض والموت. ويومئذ ضج الناس من هذا الإرهاق القاتل والاسترقاق الشامل، فعمدوا إلى السعي في تشكيل الهيئات والجمعيات وتنويع المؤسسات الوطنية سرا وعلانية لتأليف الوحدات وتوحيد المجهودات وبذلها في سبيل النضال لرفع الكابوس الخانق. وأضحى الناس يعملون جهدهم على تحرير البلد واستقلالها، فتأسست الأحزاب الوطنية في وقت كان الشعب الجزائري يعاني فيه الضيقة والاستبداد، ومثلها في هذا الميدان نجم الشمال إفريقيا الذي تزعمه أحمد مصالح الحاج بعدما أصبح منظمة جزائرية محضة، وكان من أعضائها المؤسسين أحمد رابح بالغول من حمام بوحجر، وذلك في باريس سنة 1924. وتواصل النضال في المنطقة عن طريق بريكي جلول والشيخ رضا من بن صاف وابو شعيب وفرطاس محمد وعبد الرحمن بن سعيد وعثمان وواضح بن عودة وكويني وبن الحسن بوحجر وآخرون من مدينة عين تموشنت وضواحيها. وانتهت الحرب العالمية الثانية وبدأت المجزرة الرهيبة التي شهدتها كل من سطيف وقالمة وخراطة، بعدما خرجت الجماهير في مظاهرات كبرى في عين تموشنت ووهران وسيدي بالعباس وسعيدة
والجزائر في وقت كان الآلاف من الناس يموتون جوعا خلال سنة من الجفاف، وكانت هذه المجزرة المنعرج الحاسم، ولم يبق للأمة الجزائرية سوى توحيد صفوفها تمهيدا لانطلاق الثورة المسلحة، فتكونت المنظمة الخاصة التي وقع عناصرها في مؤامرة سنة 1950. وفي مارس سنة 1954 تأسست لجنة طورية للوحدة والعمل، برنامجها التنظيم لاندلاع الثورة المسلحة. تقع عين تموشنت قبل التقسيم الذي أحدثه مؤتمر سومام بالقسم الثالث بالمنطقة الخامسة التي تضم كل عمالة وهران، وتمتاز بموقع استراتيجي ذا أهمية فعالة، إذ أنها تضم أجود الأراضي ذات التربة الخصبة. أبريل 56 جاء عندي عثمان هو وجماعة والزيش سي بن علي عباس الهواري أبو سجار هواري بن رحال محمد وجعلون عبد المؤمن وننتظروا في الأمر النهائي
باش نفوتوا للعمليات. حتى لجانا جاتنا الرسالة الأخيرة هذيك اللي فيها يعطي الأمر القيادة اللي كانت موجودة ما بين العربي بمهيدي والحاج بن دعنا يعطوا الأمر لعثمان باش نفوتوا للعمل. نفس الأوامر تبلغت السيد بوسيف، ودا سي بوسيف كان مسؤول عسكري استمتع من بعد ولا سي مراد اللي هو كان متركز في مديونة وفي النواحي بنيصة والعاصة إلى آخره، دوك النواحي هذه باش العملية تاع حريقة الفوارم هذه توقع في نفس الوقت ونفس الزمان. هذا الحريقة تاع الفوارم كانت محضرة من سابق. وكان من أهداف عملية حرق المزارع أولا فك الحصار على جيش التحرير المتمركز في فلاوس وجبالة، ثانيا ضرب الاقتصاد الفرنسي، ثالثا تجنيد المواطنين داخل جيش التحرير، رابعا إحباط معنويات المستعمر. وبدأ جيش التحرير الوطني في التنقل من فلاوسن إلى والهاسا مديونة فمنطقة عينة موشن ثم العمرية. طريف عبد القادر مرغون محمد الخبر مع محمد بن بشير بن عميد قائد الناحية باش نحرقون الفير باش نحرقون الفيرم حرقون هذا الفيرم انت داري وري في ماي 1956 حرقنا هذا الفيرم منها هذه الفيرم تزمير اللي سابعة بن صخران حرقنا الفيرم انت بن سياخ اللي كذلك تابع بن صخران تاع ولد فانياس وتاع مونطيرو. وقبل ما نفوتوا للعمليه فتنا الدوار نتاع غروطه ها هو في هذا الجهه من جبنا اخوان نحو واحد 20 ولا 25 واحد اللي عاونونا في هذا العمل. قاموا بالعمليه فقاموا بالتهراس نتاع قضيه السابوطاج، منها تهراس تاع الداليه تاع الداليه ومنها كذلك الزيتون. وجيش تحرين كقاضب علينا العسى لا من الناحيه تاع الجهه اللي تاع اللي يطلع منها الجيش من بسكران ولا من الناحيه اللي يجي من الجهه تاع تونس. وهذه القضيه تمت في الوقت تاع الوحده تاع الليل ولا الزيت تاع الليل. حرقنا لانكار تاع لانكار تاع تفن، حرقنا الفيرما، هرسنا داخل الفيرما، السكنه تاع المعلم شعلنا فيها النار، هرسنا اللي تهرس وهرسنا كاب وتركنا روبينيات الشراب مع الطريق كالبسك. وهذا كاب بالذات اطلقنا الشراب نتاعه حتى هود للواد نتاع يسر. والعملية فاتت بنجاح تام. وذاك الوقت المجاهدين اطلق كل واحد وشال الجهة نتاعه والاخوة اللي حضروا معنا ثاني ولاو لديارهم.